بالظبط. سلعاوي يمكن النهارده في 4 مباريات نستعرضهم مع الساده المشاهدين، مين هيلاعب مين و أنا بس كنت عايز الاول اتفضل يا كابتن. عايز اضيف بس حاجه، ان هو الاول الدوري بدا ب 16 فرقه عشان برضو يبقى احنا في 16 فرقه لعبوا دوري من رايح جاي، تعدد من 1 لـ 8 المجموعه اللي فوق، ومن 8 ومن 9 ل 16 المجموعه اللي تحت. احنا كنا متساويين مع الاتحاد السكندري في عدد النقاط، فخدنا الاول مقرر او الثاني زي ما بيقولوا. فاحنا هنلاعب نادي مصر للتأمين. طب كابتن ممكن استعرض مع الساده المشاهدين الثمان فرق وترتيبهم عشان نادي الاتحاد السكندري الاول ب 25 نقطه. نادي الاهلي مع الشاشه يا كابتن نادي الاهلي الشاشه اتفضل يا كابتن. نادي الاهلي خد المركز الثاني برضه بنفس رصيد النقاط مع نادي الاتحاد السكندري، لكن كان هنا المواجهات المباشره هي اللي حسمت مين الاول ومين الثاني. نعم. الجزيره خدت مركز ثالث ب 24 نقطه، الاتصالات مركز رابع ب 21 نقطه، الزمالك مركز خامس ب 20 نقطه، سمو سبورتنج 19 نقطه في المركز السادس، مصر التامين السابع برصيد 17 نقطه، وسموحه المركز الثامن برصيد 17 نقطه. إذن النهارده طيب كابتن ممكن حضرتك يعني نوضح للساده المشاهدين النهارده في 4 لقاءات. 4 لقاءات. الاتحاد السكندري هيلعب مع سموحه. تمام. برضه نفس النظام اللي احنا بنلعب بيه البيست بيست اوف فايف. وهيكون الماتش في ملعب نادي الاتحاد. اول ماتشين في ملعب نادي الاتحاد. وبعدين ماتشين في ملعب الفريق الاخر، ثم العوده في حاله اذا تعادلوا في ملعب الفريق. وليه كده؟ عشان بيدي ادفانتج للي سابق. الاول والثاني والثالث والرابع ليهم ادفانتج مباراه على ملعبهم لو احتكمنا المباراه 5. طبعا لازم ياخد برضه نقطه لصالحه. تمام يا كابتن. الاهلي هيلعب مصر التامين، يعني الثاني هيلعب السابع. نعم. برضه 5 جيمات، اول 2 على ارض النادي الاهلي، وبعدين 2 على ارض التامين، ولو لا قدر الله في تعادل يبقى على ارض النادي الاهلي. ممتاز. الجزيره هيلعب مع سبورتنج، الثالث هيلعب مع السادس. نعم. والاتصالات هتلعب مع الزمالك الماتش الاخير برضه بيست اوف فايف، وكل فرقه اللي هي اللي في المقدمه بتاخد اول مباراتين. نعم. على ملعبها.